رسمت عشان كل سنين هي عشان عندها كل العالم بتحبها، فهي حملت اسمها ومهمة كل العالم بتحبها. كانت شامي هون كلها يعني تشزق في راسها. محمد ما عرفنا عنه لبعد تقريبا ربع ساعة عرفنا، يعني لأنه السيارة هي كلها على بعضها طارت. بجو بجو العمل او بتعطيها فكره فهي بتمشي فيها. هي عندها قدره رائعه على الحفظ وسرد الاشياء اللي بتقراها بوقت زمن كثير قصير. هذا احلى كتاب. وين تشوفيه؟ انا. صداقه غريبه ولكن جميله، عندنا كتاب نساء صغيرات للميزة مايكوت. الفصل الاول رساله من الاب. أنا هو مشتاق لهم كثير لأنه هو ما بيحسن يجي لعندهم لأنه هو بالحليب. يعني كل قصة بتاخذك مكان، هاي القصة أختك على مكان وهي أختك على مكان، يعني بتحس على الكتاب يعني قدامك أشخاصه. تست تست تست. أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي كعبة وبيها طوف، أمي دكتورة وديبة كون حول عمري. بالنسبة لي ضحكة من بتكفي بدون ما تشكرني أو تقلي وضحكة عيونها بتكفيني. ما ٢٠٢٢ شام محمد البكور بمحافظة حلب. نبارك لك وصولك إلى هذه المرحلة الخدمية وأنت تمثلين بلدك الحبيب سوريا. لو تصبي بالجائزة ما تستعين بها؟ سأعطيها لأمي. شو طمنيني؟ كويس. يا عيني أنت كويس ليش ما بدي مرة؟ حبيبة قلبي. كي ترويها لنا هنا.